السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. وثواني مع تيتو، استخدمنا غطا الإزازة ده في ديكور حلو قوي في الفيديو اللي قبل اللي فات. النهاردة هنستخدمه إن شاء الله كمساعد في فيديو النهاردة في فكرة حلوة يا رب تعجبكم، سهلة وبسيطة، وهنستخدم فيها الفوم جليتر. يلا بينا ان شاء الله نبتدي ونقول بسم الله. هنحتاج اول حاجه هنا دي ورقه الفوم، سواء كان بقى فوم جليتر او فوم ساده. ورقه الفوم تبقى ب 2.5 جنيه، اللي هي ليها ملهاش لازم من هنا، اللي هو ما تلزقش. واللون انت عايزاه حابه تعمليها زي ده، حابه تعمليها بجليتر زي دي، تمام مفيش مشكله. انا كده هاخد شريط رفيع تقريبا هيبقى حوالي 2 سم او بالوان حسب ما انت عايزه، وهستخدم غطا ازازه الحاجه الساقعه، وهبتدي كده بالغطا ابتدي اضغط كده واخد علامه، اخد الدوران بتاع الغطا وابتدي اخد الشريط بتاعي كده كله. انا قطعت الشريط بالطول، حابه تكبري حجمها مفيش مشكله، قصي شريطين وكملي الورد عادي. تمام، كده اهو يا رب تكون باينه. وبعد كده بالمقص هبتدي اقص كده الفراغات اللي انا عملتها بالمقص. لو مش عايزه تقصيها بالطول ممكن كده على الخط اللي احنا عملناه او العلامه اللي احنا عملناها، وابتدي كده افرغها. ابتديت الزقهم كده، بعد كده هحطهم كده بقى. بعد كده هبتدي بقى امسك كده من اول الطرف بتاعي وابتدي احط شمعتين كده من على الطرف، وابتدي اثني الورده بتاعتي. انا هستخدم عصايه شيش طاووق او خله سنان حسب المتوفر بقى معاكي، وابتدي كده احط على الطروف كلها كده شمع بسيط علشان الورده بتاعتي تثبت. شوف العصاية وهبتدي اشتغل عادي، احط على الطرف وابتدي الفها. فاضل اخر حته اهي، تمام. بعد الوردة بتاعتي ما خلصت كده وبقت بالشكل ده، قدامي اي بقى حاجة سخنة، سواء كانت مكوة الهدوم او مكوة الشعر. انا اللي معايا بقى دلوقتي المكوة المسدس الشمع نفسه، هجيب كده قماشة وابتدي امسح المسدس بتاعي من الشمع، تمام. وهبتدي اجيب كده الوردة من هنا، تمام، و احطها كده
انا عايزه اطرل الطروف بتاعتي بحيث ان البتله تبقى متنيه كده ونايمه شبه الورد الحقيقيه او شبيهه بيها يعني. تمام، ابتدي اعملها بايدي. وبعدها سهله جدا وبسيطه ومش مكلفه خالص. الحجم بتاعك عايزه تكبريها عايزه تصغريها مفيش مشكله. الورقه ممكن تعمل معاكي 50 60. انا خدتها بالطول كده، الورده بالحجم دوت عملت 9 بتلات. وكده كده الورده الكيس نفسه تمام، بيبقى 5 ورد صغير كده، وبيبقى بحوالي 5 6 جنيه. ممكن ودي استخداماتها حلوه قوي، بقى عايزه تحطيها في توكه، عايزه تحطيها تعملي بوكيه صغير، عايزه تستخدميها في اي ديكور جميله. لو المكوى يبقى هحطها كده في وش المكوى وابتدي بقى اشتغل بايدي كده، كل ما تسخن او ماسكه بايديا كده البتله وابتدي اديها الشكل بتاع الورده بحيث ان هي تبقى نايمه كده. بس بما اني مسدس سخن، الناس اللي هي شغاله بالمسدس، الناس اللي شغاله بالشمع عادي كده او بالصمغ العادي ممكن المكوى العادي. سهله دي الجليتر، هبتدي برده كده اهو اسخن الطرف واتني بسرعه علشان تديني كده الشكل مظبوط. امسك ورقه ورقه، حابه تمسكي بقى ورقه ورقه من قبل ما تلزقي خالص وتتني الورقه مفيش مشكله، بس انا حاسه ان دي اسهل طريقه واسرع طريقه تاخدي بيها الوردة نفسها. اهو سخن كده وافتح وادي الشكل كده اهو لسه سخنة. بعد كده اجيب ورقة فوم برضو اخرى وهبتدي كده اتنيها اتنين، بعد كده اتنيها تاني. وبالمقص كده ابتدي من عند اول طرف كده وابتدي افرغه كده. تمام، وارجع تاني اخد دوران في الناحية التانية لغاية ما اوصل لاول علشان يبقى معايا شكل كده تقريبي لورقة الشجر نفسها. وهبتدي كده احط شمع عايزة تعمليها بقى ورقتين بس كده. تمام، عايزة تعمليها 4 كده يبقى تمام. هطلع كده احط شوية شمع من هنا والزق فيها الورقة. تبتدي برضو ايه عايزة انيم الورق شوية. بعد كده زي ما قلت لكم نشتغل بيها في اي حاجه حابين نوظفها فيها. تمام، ممكن هنا معايا اهي توكه استك عاديه، احط شمع كده وممكن احط
وكده شكلهم بعد ما خلصوا يا رب تعجبكم. سهله جدا ما فيهاش اي افتكاسه كده ولا حاجه. يا رب تعجبكم. وكده خلص الفيديو، ما تنسيش اللايك وشير، ولو اول مره تشوف القناه ما تنسيش تدوسي علامه الاشتراك وتدوسي على زرار الجرس المجنح مش الفاضي عشان يوصلك كل جديد. نتعلم مع بعض كده حاجات جديده، يا رب تكون مفيده. وكده خلص الكلام، اترككم في رعايه الله والسلام.